من عنوان الفيديو اظن كلكم عارفين انا هطلع اتكلم عن ايه، بس اوعدكم ان انتوا المره دي مش هتسمعوا فتي زي اللي سمعناها قبل كده كتير، من اول شيم اون يو يا مصريين لحد ما اتشائمنا كلنا وقعدنا نسمع في رسائل الواتساب عن اخر اسبوع يا انتشار يا انحصار. احنا شفنا وسمعنا رئيس اكبر دوله في العالم دونالد ترامب بيتكلم وبيهاجم منظمه الصحه العالميه وبيقول ان هم اللي تسببوا في انتشار الفيروس عشان هم بلغوا بشكل متاخر وما قالوش كل الحقائق عن الفيروس، المؤامرة الكونية، وان الفيروس ده هدفه ان ضرب الاقتصاد اكبر دول في العالم، وان هو يغير موازين القوى في العالم، الدول الديفلوبد كونتريز تنزل تحت وترجع دول نشأة جديدة تاخد السوق وتدومينيت هي على الاقتصاد العالمي. في الفيديو ده اصبروا معايا واحدة واحدة وهتشوفوا حاجات مبنية على حقائق علمية ودراسات وابحاث، هحط لكم كل المصادر بتاعتها في الديسكريبشن تقدروا تبصوا عليها وتطلعوا عليها بنفسكم. كل اللي انا عملته ان انا جمعت شويه بازلز حطيتهم جنب بعض وطلعت كونكلوجن معين ازاي نواجه فيروس كورونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم كشانه والنهارده هنتفرج مع بعض على الزتونه في مكافحه فيروس كورونا. النهارده 10/5/2020 عدد المصابين على مستوى العالم تعدى ال 4 مليون، وفي مصر تقريبا مقربين من 10,000. ليه اصدقاء كتير في الصين وفي كوريا، وده بحكم ان انا عشت فتره من حياتي في كوريا الجنوبيه، ازاي دلوقتي كوريا والصين واليابان قدروا يسيطروا على المرض ويحصروه؟ الكلام ده مش كلام اعلامي، ولكن ده كلام مبني على اتصالات عملتها انا شخصيا مع اصدقائي هناك. لو تابعتوا عدد الحالات اليوميه هتلاقيهم بالكتير قوي 10-15 بشكل يومي، وطبعا عدد الوفيات ممكن تتابعوه الاحصائيات الرسميه بنفسكم. الناس دول قدروا يسيطروا على المرض بشويه اجراءات هيصعب شرحها في فيديو واحد، ولكن كان اهمها ان هم استخدموا البيج داتا وازاي تتبعوا عدد الحالات المشتبه فيها والمصابه. الحاجه الثانيه امكانياتهم العاليه جدا الطبيه من المستشفيات والتقدم القطاع الطبي هناك. ولكن الاهم من كل الاجراءات اللي احنا صعب نسردها في فيديو واحد هو وعي وثقافه المواطن الكوري للالتزام بالتعليمات اللي بيتم ارسالها عبر وسائل الاعلام المختلفه من الجهات الحكوميه. فالثقافه هناك والوعي هم اهم بيلر بنوا عليه في مكافحتهم للفيروس. النهارده انا هكلمكم عن نقطه مهمه جدا وهو هل فيروس كورونا بينتقل عبر الجو؟ منظمه الصحه العالميه قالت ان هو مش مرض ممكن ينقل عبر الجو، وناس كتير طلعت ابحاث علميه ورسائل علميه بتقول ان هو ممكن ينتقل. دي دراسه منشوره من مركز مكافحه والتحكم في العدوى الصيني بتقول ان في مطعم في جوانزو لما عملوا تتبع للحالات اللي اصيبت من المكان دوت اللي عددهم بلغ حوالي 10 حالات تم انتقال العدوى اليهم من خلال الهواء بطريقه ما بسبب الاير كونديشن وان المكان كان مقفول ما فيهوش تهويه جيده، وعدد الحالات المصابه في المطعم ده في اليوم ده خلال ساعه وصل لحوالي 10 مصابين. دلوقتي هنحاول نفهم اكتر ونتعرف اكتر على شكل فيروس كورونا وايه هي نسبه انتشاره عبر الجو والاصابه فيه من خلال الجو. شكل الفيروس احنا شفنا له صور كتير فمش مهم قوي بالنسبه لنا لان هو غير مرئي اصلا، لكن تعالوا نتعرف على ابعاده وهو ده المهم. ابعاد الفيروس بتتراوح ما بين 80 ل 140 نانومتر اللي هو تقريبا بيساوي 0.1 مايكرون. دي صورة الفيروس تحت الميكروسكوب، والدائرة اللي بالاخضر اللي حواليه دي بتعبر عن دايمنشن لواحد مايكرون. الواحد مايكرون عشان نفهمه اكتر لما نضربه في 1000 يديني 1 مليمتر. كورونا فيروس الحجم بتاعه بيعادل 300 مرة اكبر من جزيئات النيتروجين والاكسجين اللي هم احد مكونات الهواء الجوي، وده معناه حاجتين، حاجة كويسة ان هو اتقل منهم، فمع الوقت لما يفقد قوة الدفع اللي اكتسبها من مروحة او من قوة الرياح هيقع على الارض. الحاجة اللي مش كويسة ان هو حجمه كبير، فلو هو واخد قوة الدفع دي هتخليه يتغلب على الجزيئات بتاعة الهواء النيتروجين ويبتدي يمشي بسرعة عنهم في الهواء الجوي. عشان نوضح اكتر قطر شعرة الانسان الطبيعي مقارنة بحجم فيروس كورونا، ولو انتوا واخدين بالكم ان قطر الشعره بيتراوح ما بين 60 ل 80 مايكرون وقطر فيروس كورونا تقريبا 0.1، ده معناه ان قطر شعره حضرتك اكبر 600 مره من حجم فيروس كورونا. طيب احنا ليه بنقول الكلام ده كله وليه مدققين قوي في حجم الفيروس؟ عشان احنا لما قلنا ان حجم فيروس كورونا اقل من 1 مايكرون فتعالوا نشوف لو في حاجه اسمها بارتيكلز عالقه في الجو بنسميها ايربورن،
والديامتر بتاعها اقل من 10 مايكرون. لاحظ الفرق، اقل من 1 مايكرون مقارنه ب 10 مايكرون. البارتكلز ال 10 مايكرون هتقدر تطوف في الجو لفتره طويله، يعني ان قوه وزنها والجاذبيه الارضيه اللي بتجذبه لتحت، الازاحه بتاعتها او سرعتها اللي بتختلف طبقا لسرعه الهواء اللي مدفوعه بيه، هتخليها تقدر تطوف لساعات طويله جوه الجو. مقارنة بالحاجات اللي هتبقى أكتر من 10 مايكرون ل 50 مايكرون، دي ممكن بعد ساعات قليلة تقع على الأرض. والحاجات اللي هيبقى وزنها أو الديامتر بتاعها أكتر من 50 مايكرون، دي غالبا بتقع بعد متر. الصورة اللي قدام حضراتكم دلوقتي كمان بتوريكم مقارنة ما بين الجسيمات اللي ممكن تبقى عالقة في الجو، الرمل اللي بيجي في عينينا لو في نسبة رياح عالية في الجو، وبتورينا كمان حجم الفيروس بيقع في انهي مكان وحجم كمان البكتيريا. وهنا لو خدتوا بالكم تقريبا الفيروسات قريبه جدا من جزيئات دخان السجاير. انا هنا مش بتكلم عن دخان السجاير اللي بيطلع من السيجاره مباشره اللي انت ممكن تشوفه بعينيك، انا بتكلم عن ان انت ممكن تدخل غرفه بعد ما يكون حد اوريدي دخن فيها ما تبقاش شايف الدخان في عينيك، ولكن جزيئات الدخان انت بتشمها، فبالتالي الاوضه دي فيها نسبه من دخان السجاير. حجم جزيئات دخان السجائر اللي انت شاممها ومش شايفها تقريبا قريبه من حجم فيروس كورونا. الدراسه دي منشوره من جامعه كامبريدج بتبين شكل لو انسان طبيعي عطس البارتيكلز او الجزيئات اللي هتبقى خارجه منه عامله ازاي، وايه معدل انتشارها في البيئه او في الجو المحيط بيه. نخش بقى في الجد ونروح للدراسه اللي عملتها برضو كامبريدج يونيفرسيتي على شخص عطس جوه غرفه مغلقه، وبداوا يحسبوا لو العطسه دي على ارتفاع 2 متر هتمشي قد ايه الرذاذ او الجزيئات اللي هتخرج من فم الشخص اللي عطس ده لمسافه قد ايه، واكتشفوا ان في جزيئات من العطسه بتاعته دي هتبقى تقيله شويه فهتبتدي تقع على مسافه اكتر من 1 متر، وبقيه العطسه هتبتدي الرذاذ بتاعها يقع على الارض لمسافه اطول شويه، ولكن في رذاذ هيفضل متبخر وموجود في الجو لمسافه هتتعدى ال 4 متر. لو خدنا الرسمة اللي فاتت دي وحطينا شخصين قصاد بعض على مسافة 2 متر، هنكتشف ان مسافة البعد الآمن اللي هي 2 متر هي مجرد وهم، ان حضرتك ممكن تبقى على بعد 2 متر من الشخص اللي قدامك، وبرضه يتم اصابتك من خلال الفيروسات اللي تم تبخرها في الجو المحيط او اللي لسه لحد دلوقتي الهواء شايلها. كورونا مش هيبقى منتشر في الهواء الجوي خارج في الشارع، يعني لو حضرتك لما تخرج في الشارع وفي كميه مصابين كبيره جدا حواليك في الشارع ممكن ما تعرضش لاصابه، ولكن لو حضرتك دخلت غرفه مقفوله او محل او اي مكان مغلق غير جيد للتهويه احتماليه ان يكون شخص مصاب فيه موجوده. عشان كده The Society of Heating, Air Condition, Engineers of Japan اصدرت التقرير ده اللي هنقتبس منه الصوره اللي قدامنا، اللي فيها شخص مصاب بالعدوى وعطس في الجو، وفي نفس الغرفة في شخص آخر ممكن تنتقل إليه العدوى. وهنقسم طرق العدوى لثلاث طرق. الطريقة الأولانية وهي عن طريق الكونتاكت، ودي عبارة عن بارتيكلز أو الجزيئات التقيلة اللي هتقع على الأرض، وهنا خلينا نسميها إن هم دول المشاه بتوع فيروس كورونا اللي حضرتك هتحاول تتجنبهم عن طريق البيرسونال هايجين، غسل الأيدي والنظافة، تستخدم ديسانفكشن الكحول، والبيرسونال او العادات الشخصية بتاعت حضرتك انك تبطل تلمس بقك او مناخيرك او عينيك بايديك. المرحلة التانية اللي هم الدروبلت، الاجزاء الاصغر شوية اللي هي بتتراوح من 10 ل 50 مايكرون، ودول عبارة عن الصواريخ اللي بيتم اطلاقها بقى وبتفضل طايرة في الجو لفترة شوية وبتحاول تصيب الهدف بتاعها على بعد معين، وليكن بقى 2 متر 3 متر حسب قوة العطسة وحسب اندفاع الرياح، لو في تكييف شغال والهواء في الاتجاه ده ممكن يزقها شوية لمسافة أطول. ودي الميجرز اللي هتاخدها، ان انت حضرتك تحافظ على مسافة كبيرة على قد ما تقدر بينك وبين الشخص اللي قصادك. الحاجة الثالثة وهي الايربورن، ودي الأجزاء الصغيرة جدا اللي تبقى اتبخرت أو صغيرة قوي وبتحاول تفضل طايرة في الجو مجرد ما خرجت من الفم، ودول بيفضلوا محمولين وهنسميهم هنا الناس بتوع الباراشوت أو قوات المظلات، اللي هيفضلوا طايرين في الجو وهيحاولوا بقدر الإمكان يقعوا في مكان ما، فين المكان ده وإمتى محدش عارف. ودول حلهم ان حضرتك تكون لابس كمامة. حضرتك دلوقتي الكونكلوجن نخرج من الفيديو، معدل او احتمالية اصابتك بالفيروس من خلال الهواء عالي، حتى ايه حتى لو حضرتك بعيد عن الشخص المصاب ده باربعة او خمسة متر، وبالتالي لازم نلبس الكمامة لو احنا خارجين في الشارع او لو احنا رايحين نشتري اي طلبات، وفكرة الاتنين متر او التلاتة متر دي مش كفاية لو احنا في مكان مغلق.
ندور على الكمامة المناسبة لمكافحة فيروس كورونا. حضراتكم كلكم عارفين بين أنواع الكمامات دلوقتي، بس على الأقل لازم تلبس الكمامة أي نوع، حتى لو هتضطر تستخدم النوع اللي بتعيد استخدامه أو اللي بيتم غسله وبترجع تستخدمه مرة تانية. ممنوع الاجتماعات والتجمعات بشكل كبير، ده الحجر الزاوية في الموضوع، تجنب انك تخرج وتجتمع بناس لو حتى في الشغل او بعد الشغل. لو اضطريت ان انت تقابل حد وتجتمع معاه حاول تجتمع اوبن اير، ان لو اضطريت ان انت تعمل اجتماع حاول تكون في مكان جيد للتهوية، يعني افتح الشباك، افتح اي شغل الفنتليشن بحيث ان انا اعلي معدل تغيير الهواء في الغرفة وبالتالي اقلل تركيز نسبة فيروس كورونا في الجو المحيط. فكرة الحاجز البلاستيك او الزجاج اللي معمول في اماكن كتير دي فكرة ممتازة، عشان هي بقدر الامكان هتفضل عزل الهواء المحيط بي انا كواقف ببيع للناس وما بين الناس اللي بتدخل تتعامل معايا طول النهار. اخر حاجة عايز اوريها لحضراتكم النهاردة هو ثلاث دول، التلات دول دول كلهم في اوروبا، يعني في نفس المنطقة الجغرافية، population او تعداد السكان عندهم قريب جدا من بعض، فوق 10 مليون بشوية، وتقريبا معدل اعمارهم برضو قريب من بعض، ولكنهم من بداية الازمة كل دولة فيهم طبقت شوية measures او احتياطات اجبارية مختلفة، التشيك والبرتغال والسويد. لو شفنا الدولة الأولانية هي حطت ارتداء الماسك وحاجة من الحاجات المهمة جدا والإجبارية اللي كل الناس لازم تعملها، بالإضافة ان هم يبقى فيه فنتليشن إجباري في الأماكن المغلقة ويبقى فيه مسافة يتم الحفاظ بين الأفراد بينهم وبين بعض في كل المؤسسات والأماكن العامة. البرتغال ما أجبرتش الناس بارتداء الماسك ولكن حافظت على باقي الحاجات، واللي كان من أهمهم برضو المسافة. زي ما انتوا عارفين احنا كلنا سامعين ان السويد مش عاملة اي اجراءات وسايبة الناس براحتها خالص. تعالوا نشوف الاحصائيات بتاعت الدول بتقول ايه. هنلاقي حضراتكم اول حاجة عدد المصابين لحد دلوقتي، طبعا الفرق واضح جدا ما بين الثلاث دول، وكمان عدد الوفيات زي ما حضراتكم شايفين الفرق واضح، كل اجراء احترازي تم اخذه من الاجراءات دي ادى لانخفاض عدد الوفيات بشكل كبير جدا جدا جدا. سلاحنا الاول في مجابهة فيروس كورونا هو وعينا وثقافتنا. انا مش مع او ضد ان احنا نقفل البلد ونقعد، لان احنا لازم نحافظ على اقتصادنا، ولو انت قادر ان انت تستحمل انك ما تنزلش شغلك في ناس كتيره قوي هتضطر ومش تقدر تكمل. ما تهاجموش الناس اللي بتنزل تشوف اكل عيشها، دورنا ان احنا نوعيهم ونفهمهم ازاي ان هو ينزل ويحافظ على نفسه ويحافظ عليا. لو شفت بيبتسم ده مش معناه ان هو نازل مبسوط وسعيد في حياته وان هو نازل بمزاجه، ممكن يكون نازل غصب عنه ونفسه يقعد في البيت زي ما حضرتك قاعد في البيت. وفي النهاية دورك انك توعي قرايبك وزمايلك زي ما اتفقنا، اعمل شير للفيديو. اتمنى للجميع السلامة، بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.